ناخذ لنا تفاحة ناكلها، تفاح طبيعي من شجرة الحديقة. عرضنا اليوم يا جماعة الخير مميز جدا في منطقة أكتشابات يالجك. العرض عبارة عن فيلتين متجاورتين، مساحة الأرض 350 متر مربع، ومساحة بناء كل فيلة لحالها على حدة 140 متر مربع على طابقين. الخدمات اللي موجودة بين الفلتين زي ما انتم شايفين، حاطين ألعاب أطفال مصغرة بالإضافة إلى منطقة زراعية، وعندنا جلستين عائلية وإطلالة مميزة، إطلالة البحر وإطلالة الطبيعة والمدينة. موقع المشروع جماعة الخير، المشروع يقع في منطقة يايلجك أكتشابات زي ما قلت لكم. المسافة بين الموقع والشارع الرئيسي الساحل 2 كيلومتر تقريبا، وبين الموقع وأقرب سوبر ماركت تقريبا 600 إلى 700 متر. بالنسبة للتدفئة اللي موجودة لكل فيلا على حدة، موجود الخزان اللي شفتوه في الفيديو، خزان خاص بالفيلا هذه والخزان الآخر بالفيلا الثانية، والطريق اللي ينزلنا إلى الحديقة من هذه الجهة، يعني لكل فيلا خدماتها مخصصة لحال. المدخل أو الطريق المؤدي إلى الحديقة من هذا الدرج النازل إلى الحديقة السفلية، زي ما انتم شايفين مسوين درج جميل، بس ناقصها أن يكون لها درب زين. والأشجار اللي انتم شايفينها هذه الحديقة التابعة للفلتين، يعني حديقة كبيرة زرعين فيها أشجار متنوعة، ونقدر الأرضية هذه نحطها بنجيلة مزروعة تكون حديقة جميلة. لكل فيلا لها جلسة خاصة عائلية زي ما انتم شايفين، مساحتها كبيرة، في أشجار التفاح وعندنا الخوخ وأنواع الفواكه كلها. ناخذ لنا تفاحة ناكلها، تفاح طبيعي من شجرة الحديقة. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الساحة الخارجية والخدمات الموجودة أطراف الفيلا من الحديقة الخارجية والخدمات اللي موجودة. تعالوا مع بعض نشوف الفيلا من الداخل. وصلنا مدخل الفيلا رقم 1، العرض اللي بنصور اليوم الفيلا قصدي، نموذج زي ما قلت في بداية الفيديو إنه فيلتين، وهذا النموذج فيلا واحدة، نديكم تفاصيلها الدورين. مدخل الفيلا من هنا، درج طلعنا على الدور الثاني، نشرح الدور هذا بعدين نطلع مع بعض الدور اللي فوق. يمينا عندنا هنا دورة المياه اللي تخدم الدور هذا، نقدر نحوله إلى كلوزيت وهي حاليا دورة مياه أرضية. يسارنا عندنا المطبخ، لو تلاحظوا كمساحة جيدة أنها تخدم كدور واحد، أو هي أصلا فيلا صغيرة، يعني عندنا الشفاط وهذا. الأدوات المنزلية مش داخلة من ضمن الأثاث، بس صاحب الفيلا يبغى يبيعها، وإذا الشخص يريد الأثاث يكون
سعرها فوق سعر الفيلا اكسترا. نتوجه الى الصالة. زي ما تشايفين مساحة الصالة عندنا هنا طقم كنب بهذا الشكل، عندنا اطلالة من الجنب واطلالة امامية على البحر، عندنا مكان خاص للتلفزيون ومنطقة السفرة من هذا الجهة. يعني كمساحة الصالة اقدر اقول انها جاية 40 متر مربع. مساحة الدور كامل 70 متر مربع، الدورين 140 متر مربع. نتوجه الى البلكونة. البلكونة هذه جاية 8 امتار تقريبا في متر ونص. اطلالتها الرائعة جدا على البحر وعلى المدينة. وعندنا اطلالة الطبيعة كمان ما ننساها، اطلالة الطبيعة الساحرة موجودة في هذه البلكونة. البلكونة هذه زي ما شرحت لكم انها جاية مخرجين لها من جهة الصالة، من جهة منطقة السفرة ومن الجهة الامامية ايضا. منطقة كبيرة ورائعة. تعالوا نطلع ونشوف تفاصيل باقي الفيلا. في الدور هذا موجود الصالة والمطبخ ودورة المياه. نطلع مع بعض نشوف تفاصيل الدور اللي فوق. وصلنا جماعة الخير الدور الثاني. الدور الثاني موجود فيه 3 غرف بالإضافة إلى دورة المياه اللي تخدم هذا الدور. دورة المياه هذه أول ما نطلع على اليسار، دورة مياه متكاملة مساحتها جيدة، كلوزيت ومروش ومغسلة. عندنا هنا الغرفة الأولى، حاطين هنا سريرين فردية بس مو حاطين دولاب، لنا حرية الاختيار نحط السرير مع الدولاب. عندنا هنا برضو الغرفة الثانية أيضا سريرين فردية مع كومودينة ولها مخرج للبلكونة نفس تفصيل الدور اللي تحت. نشرح البلكونة من الغرفة الثالثة. هذه الغرفة نقدر نعتبرها غرفة النوم الرئيسية، لها تمديدات المكيف موجودة زي ما موجود في الصالة. حاطين سرير مزدوج مع دولاب وكومودينات، يعني تعتبر غرفة النوم الماستر. هذه البلكونة نخرج مع بعض عليها. البلكونة هذه زي ما شرحت لكم انها مشتركة بين الغرفة الاولى وغرفة النوم الرئيسية. مساحتها بالضبط زي البلكونة الدور اللي تحت، واطلالتها المميزة ايضا نفس الاطلالة، جاية اطلالة البحر واطلالة الطبيعة والمدينة. كذا اعطيتكم تفاصيل كاملة عن الفيلا هذه. مساحتها، مساحة البناء 140 متر مربع، الدورين اللي هو 70 متر مربع 70 متر مربع. الفيلتين معروضة للبيع بهذا الشكل. في نهاية الفيديو أرجو كل المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.